في طائفة من العباد خرج من المقابر على الجنة مرة واحدة. مين دول؟ الله يرضى عليك. سيدنا رضوان بواب بتاع الجنة. كده ايه؟ وكان من غير بواب يعني. كده ايه؟ انتم لم ينشر لكم ديوان ولم ينصب لكم ميزان. كيف تدخلون الجنان؟ قال يا رضوان نحن لا نقف لا لحساب ولا لميزان ولا لنشر ديوان. او ما قرأت القرآن؟ رضوان قرأ القرآن. قال في اي شيء من القرآن اقرأ؟ قال انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. قال وكيف كان صبركم؟ قال نحن كنا اذا اسيء الينا حلمنا. الله. واذا جهل علينا غفرنا. واذا اذنبنا استغفرنا. واذا ابتلينا صبرنا. واذا اعطينا شكرنا. قال ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا انتم تحزنون.